مساء الخير على حضراتكم، برحب بيكم في تكنو نايل. مساء الخير على كل متابعي كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي. زي ما عودنا حضراتكم ان احنا دايما بنجيب لكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي. في فقرتنا الرئيسيه النهارده هنتكلم على اطلاق دي ميل، اول خدمه بريد الكتروني مصري. طبعا هنتكلم عن اطلاق النسخه الاولى من دي ميل، نجيب لكم تفاصيل اكتر، ولكن اسمحوا لنا زي ما عودناكم دايما بنبدا بتقرير من اعداد الزميل احمد صبيح بيرصد ليكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي على مدار الاسبوع اللي فات. انتظرونا. تتجه إنستغرام إلى توسيع نطاق اختبار إخفاء عدد الإعجابات بالنسبة للجميع باستثناء صاحب المنشور لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة، مع تكهنات حول إمكانية أن تلحق هذه الخطوة الضرر بالأشخاص المؤثرين على المنصة. وكان آدم موسيري الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام قد قال إن الشركة ستتخذ القرارات التي قد تضر بالعمل التجاري إذا ساعدت الناس في رفاهية وصحتهم. وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إنستغرام إن الفكرة من هذه الخطوة هو محاولة تخفيض الضغط على إنستغرام وجعلها أقل تنافسية، ويكمن القصد في تقليل القلق لدى المستخدمين وتقليل المقارنة الاجتماعية. وبدأت الشبكة الاجتماعية اختبار إخفاء عدد الإعجابات في شهر أبريل ضمن كندا، ووسعته في شهر يوليو ليشمل أيرلندا وإيطاليا واليابان والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا. كما بدأت منصة فيسبوك تجربة مماثلة في أستراليا في شهر سبتمبر. شهدت مسابقة القرصنة السنوية تتويج باحثين أمنيين كأفضل القراصنة بعد تطوير واختبار العديد من عمليات القرصنة البارزة، بما في ذلك الهجوم على جهاز المساعدة المنزلية من أمازون إيكو. وحاز أمات كاما وريتشارد شو اللذان يشكلان فريق فلورو أسيتيت على جائزة مالية قدرها 60,000 دولار أمريكي في برنامج مكافآت الثغرات، بعد تمكنهما من استغلال ثغرة في الإصدار الأحدث من أجهزة إيكو، حيث وجد الباحثان أن الجهاز يستخدم إصداراً أقدم من كروميوم أبرز مشاريع المتصفحات المفتوحة المصدر من جوجل، وفيه ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة على الجهاز عند الاتصال عن طريق شبكة واي فاي مشبوهة. وبعد التواصل مع أمازون قالت إنها ستحقق في هذا البحث وستتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتها. استعرضت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في صحراء كاليفورنيا مؤخرا نسخة اختبارية من طائرتها العاملة بالطاقة الكهربائية. ويقول الخبراء في الوكالة إن طائرتهم الجديدة المقتبسة من طائرة تكنام الإيطالية الخفيفة ستحصل على 14 محركا كهربائيا وبطاريات عاملة بالليثيوم، ومن المفترض أن تقلع في أولى رحلاتها الاختبارية بعد عام تقريبا. وأشار مدير مشروع أرمسترونغ لأبحاث الطيران في ناسا برنارد كوبلي إلى أن الطائرة التي بدأ العمل على تطويرها عام 2015 ما تزال تخضع لتعديلات وتحسينات لزيادة كفاءة بطارياتها وتحسين قدرتها على العمل، وأكد أنها ستزود بست محركات كهربائية صغيرة مثبتة على جسم كل جناح ومحركين كهربائيين كبيرين عند أطراف الأجنحة. وستساعد هذه الطريقة في توزيع المحركات على استبدال المحركات الصغيرة بسهولة عند تعرضها للتلف أو المشكلات، وستضمن تحليق الطائرة في حال توقف أحدها. كشفت شركة مايكروسوفت مؤخراً عن تقنية جديدة تعتمد على الزجاج، ربما تسمح بتخزين البيانات لفترة طويلة تصل إلى مئات أو حتى آلاف السنين. ويشير الخبراء في الشركة إلى أن تقنيتهم الجديدة تهدف إلى حفظ البيانات على رقاقات زجاجية صغيرة مقاومة للصدمات والخدوش والكسرة وحتى إشعاعات الميكروويف، ويمكنها تحمل درجات حرارة تفوق 500 درجة.
وبرهنت مايكروسوفت على كفاءة هذه الفكرة، حيث تمكنت مؤخرا من تخزين نسخة عن فيلم سوبرمان الشهير الذي أنتج عام 1978 على لوح زجاجي صغير بأبعاد 75 على 75 مليمتر ذو سماكة 2 مليمتر فقط. ويرى الخبراء أن هذه الطريقة ستمكن من حفظ البيانات دون تكاليف باهظة، وستساعد على تخزينها لفترات طويلة جدا دون تلف. أعلنت شركة روسية عملاقة إطلاق روبوتات قادرة على توصيل الطلبات إلى البيوت. الروبوتات التي تنتجها شركة ياندكس الروسية مزودة بست عجلات صغيرة وهي بحجم حقيبة، وبدأت الشركة اختبارها في حرمها بمدينة موسكو. وقالت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية إنها تعمل في البداية على استخدام روبوتات روفر مع أفراد من فريق ياندكس لضمان الأمان وسهولة الاستخدام قدر الإمكان. ويتنقل روفر بمفرده تحت رقابة مشغل عن بعد. وأضافت الشركة أنها تخطط في المستقبل لتقديم وسيلة فعالة واقتصادية لتوصيل البضائع. كشفت اليابان نقاب عن رؤيتها لسيارة المستقبل المصنوعة من الخشب، والتي تم صنع هيكلها بالكامل وجزء كبير من حوضها الهيكلي من ألياف السليلوز النانوية، وهي مادة فائقة الصلابة مشتقة من النباتات. وأسهمت 22 مجموعة في تصنيع السيارة التي كشفت عنها وزارة البيئة اليابانية في معرض طوكيو 46 للسيارات الذي أقيم مؤخراً في العاصمة اليابانية طوكيو. لكن استناداً إلى المعلومات المعلنة حتى الآن، فإن السيارة الخشبية ليست جاهزة للاستخدام على الطرقات بعد. وذكر التقارير أنه من المتوقع أن تحتوي السيارة على خلية وقود هيدروجيني وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 20 كيلومتر في الساعة. نشرت منصة مشاركة الفيديو يوتيوب بنود خدمة محدثة يجري تطبيقها ابتداء من 10 من ديسمبر 2019، والتي تتضمن سطرا جديدا يمثل تذكيرا لجميع المستخدمين بأن الشركة لا يتعين عليها الاحتفاظ بأي مقطع فيديو لا تريده. وتنص سياسة شروط الخدمة الجديدة على أن يوتيوب ليست ملزمة باستضافة المحتوى أو تقديمه، فعلى الرغم من كون يوتيوب منصة مفتوحة نسبيا، إلا أن هذا لا يعني أن الشركة مطالبة بمواصلة تشغيل مقاطع الفيديو. وتحدث الشركة بشكل مستمر شروط الخدمة الخاصة بها، وهذا هو التغيير الثالث لمنصة مشاركة الفيديو في عام 2019. وتسببت شروط الخدمة الجديدة في قلق بعض المستخدمين ومنشئي المحتوى من أن الشركة قد تحذف حساباتهم، وبعبارة أخرى يمكن اليوتيوب ببساطة إنهاء القنوات والحسابات إذا لم تحقق دخلا. برحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن مجال الألعاب الإلكترونية احنا اتكلمنا كتير قوي عن الألعاب الإلكترونية في الحلقات اللي فاتت، ولكن الجديد واللي أنا عايزة أقوله لكم إن في فريق اسمه كشكول. هذا الفريق هو فريق إماراتي. فريق كشكول قام بإطلاق لعبة سبق فجر جديد. هذه اللعبة بتنافس الدول الكبرى، بتنافس طبعا في مجال الألعاب الإلكترونية. عايزة أقول لكم إن هي كمان لاقت تفاعل كبير جدا من الجماهير. هنتكلم مع ضيفي عبر سكايب أستاذ هارون المنصوري، وهو مؤسس مشارك لفريق كشكول للألعاب الإلكترونية، للحديث عن سبق فجر جديد. مساء الخير على حضرتك. مساء النور ياسمين، السلام عليكم، يعطيكم العافية على الاستضافة. طيب انا عايزه اسال حضرتك عن قبل انا هارون راشد المنصوري من نعم يمكن قبل ما ابدا الحديث عن اللعبه نفسها، عايزه اسال عن فريق كشكول الاماراتي. عايزه اعرف تم تاسيسه امتى بالظبط، وعايزه تفاصيل عنه اكتر. نعم، فريق كشكول تم تاسيسه، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. فريق كشكول تم تاسيسه تقريبا في 3 سنوات الماضيه،
هو فريق إماراتي، مهم. أنا أسسته أنا مع إخواني، اثنين من إخواني، مهم. بهدف الشغف يعني في تطوير الألعاب ونقل الحضارة العربية بشكل عام. طيب اسمحني اتكلم عن مجال الالعاب وبدينا الالكترونيه. في أول مشروع وهو سبأ فجر جديد. اللعبة تتحدث عن حضارة سبأ القديمة بقصة خيالية، ولكن نحاول أن نعطي ستاندرد نفس ما تقولين عالمي قليلا، نحاول قد ما نقدر يعني أن نعطي ستاندرد عالي، بحكم أن ننقل الحضارة، ننقل المعلومات عن الحضارة هاي بطريقة حضارية ممكن، لأن اللاعب يستسيغها ويتقبلها في الأيام هذه. انا عارفه ان اللعبه كمان لاقت يعني تفاعل كبير جدا، تفاعل جماهيري. عارفه ان اللعبه كمان برضو بتنافس الالعاب العالميه في مجال الصناعات الالكترونيه. الحمد لله ان احنا شاركنا في معرض جيمز كون في ابو ظبي، والجمهور الحمد لله لاق على اعجاب الجمهور، والمشروع حاليا قيد التطوير، ان شاء الله في خلال السنة الجاية ان شاء الله بيكون اطلاق، او حدود السنة الجاية بتكون اللعبة على منصة ستيم للحاسب الشخصي. اتوقع اغلب اللاعبين يعرفون منصة ستيم. طب اسمح لي اكلمك عن اللعبة نفسها، يعني عايزة اشرح للناس كده اللعبة بتتلعب ازاي، للناس اللي ما لعبتش اللعبة دي، عايزة اشرح لهم بشكل مبسط جدا عن هذه اللعبة. تمام، بدون دخول إلى مصطلحات معقدة في الألعاب، اللعبة عبارة عن تتحدث عن شخصية البطل اسمه إينار. إينار يشوف القرية تحترق قدامه، قريته، ففي ذهابه للاكتشاف تدخل فيه جنية، وتكون هناك علاقة انسجام بين ميرا الجنية وإينار البطل. مهمة إنار تكون في التخلص من دخول الجن في ميرا، ومهمتها أيضا ستكون بأن يحارب جيش الجن الذي دخل في عالم الأنس، والذي بدأ يعني يخرب في عالم الأنس ويقتل الناس فيه. طيب اسمح لي اكلمك على الالعاب الالكترونيه بشكل عام. يمكن في البعض هاجم الالعاب الالكترونيه في الفتره اللي فاتت لان في ادمان طبعا لكل ما هو ليه علاقه بالالكترونيكس. عايزه اسال طبعا عن يعني هذه اللعبه بالتحديد، هل انتوا كمان بتطلقوا، فريق كشكول بيطلق العاب سواء كانت العاب تثقيفيه اكتر، العاب بتساعد بقدر الامكان حتى لو بتتلعب كتير ولكن نوعا ما بيبقى فيه استفاده من وراها؟ نعم، الألعاب بشكل عام هي نفس أي تكنولوجيا حديثة تدخل للمجتمع، تكون سلاح ذو حدين، فيعتمد على استخدام الشخص نفسه. وإحنا حاولنا في مشروع سبا أن تكون اللعبة على مستوى يعني تعليمي ومستوى تثقيفي، ولكن أيضا حاولنا ندخل على عامل التشويق والإثارة، نفس الألعاب اللي إحنا نحصلها من الخارج. يعني الألعاب الأجنبية تدخل من الخارج وتكون هناك فيها ثقافات، وتكون فيها أو جيم إلمنتس، جيم ديزاين إلمنتس تكون على مستوى عالي. فإذا إحنا حابين ننقل رسالة الثقافة أو حضارتنا، أن في حضارة عربية قوية غنية بالمعلومات، فنحن لابد أن إحنا نواكب السوق اللي موجود، ونحن ندخل الجيم ديزاين إلمنتس هاي في الألعاب، على أساس أن اللاعب لما يلعب اللعبة ما يكون متنرفز أن تكون تعليمية بحتة، لا. فنحن نحاول نخلي التعليم ضمني داخل المشروع أكثر من ما أنه نطلق عليها باسم لعبة تعليمية. طيب هل قمتم بإطلاق ألعاب تانية أخرى غير لعبة سبق فجر جديد؟ نحن حاليا هذا أول مشروع لنا، إن شاء الله شغالين عليه تقريبا من سنتين وشوي. إن شاء الله نتوقع إن إحنا نطلع في مشروع آخر بعد هذا المشروع. يعني نفس ما تقولين السوق صعب، تطوير الألعاب في الوطن العربي تقريبا صعب، فيحتاج استمرارية. فإن
ان شاء الله نطلع المشروع هذا، ان شاء الله يكون في فكره للمجتمع، الناس تعرف ان في العاب ممكن انها تطلع في منطقه الوطن العربي وتنافس على مستوى جيد يعني. فهذا اول مشروع ان شاء الله، وان شاء الله في مشاريع جايه في المستقبل بعد هذا. طبعا بتمنى لكم كل التوفيق في المشاريع الجايه، ولكن كنت عايزه اسالك، بتقولي السوق صعب، بتقولي كمان ان في صعوبات كتيره جدا طبعا انتوا بتقابلوها نعم يعني كفريق كشكول، ان انت بتطور في مجال الالعاب الالكترونيه، الالعاب المعروفه اكتر هي العاب عالميه اكتر منها عربيه طبعا، فاهم الصعوبات اللي قابلتكم وازاي قدرتوا ان انتوا تتغلبوا عليها على مدار السنتين اللي فاتوا؟ الصعوبات صراحة كثيرة يعني، منها من استقطاب المواهب يعني، وإن كانت المواهب موجودة عندنا قليلة لأن الجامعات أغلبها لا تعلم جيم ديفلوبمنت، جيم ديزاين، جيم فيل، فالكوادر تكون قليلة، وإن كانت موجودة يعني على مستوى عالي يحتاج الشخص ذو مهارة جدا عالية أنه يقدر يبحث عن هذه المواهب. يعني احنا سوق الوطن العربي سوق من يعتبر من اكبر السوق في الالعاب، الاسواق في الالعاب انه نموا، فاذا احنا في الوطن العربي ما استغلينا هذا السوق الحين ففي المستقبل بنكون متاخرين. من هاي المصاعب ايضا ان التعامل مع الشركات في الخارج يكون صعب جدا، بحكم ان نقل الثقافه يعني، اذا انا بتعامل مع شركه اجنبيه عشان هي تقوم بصنع شيء يعود لثقافتي أنا، فهذا موضوع جدا صعب، من شرح صعب، من ديزاين صعب، من ناحية حتى إيصال الفكرة يعني. هي الواحد يفكر فيها يقول إن الموضوع بسيط، ولكن لما الواحد يدخل على تفاصيل وديتيلز في الجيم ديفلوبمنت نفسه يكون الوضع جدا صعب. بالعكس الموضوع مش سهل خالص طبعا. وغير عن عدم وجود، نعم طيب، يعني اهم نصايح اللي انت بتديها هارون عدم اتفضل 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 يا اختي، بس انا عندي صوت متاخر لا مفيش مشكله خالص. اهم النصايح اللي انت بتديها لمصممي الالعاب الالكترونيه في الوطن العربي، التجربه بتاعتك كانت تجربه ناجحه جدا، قدرت ان انتوا تنافسوا الالعاب الالكترونيه، طبعا بتكلم على الالعاب العالميه، قدرتوا ان انتوا تحققوا نجاح كبير جدا على مدار السنتين اللي فاتوا، فاهم النصايح اللي انت تديها لمصممي الالعاب الالكترونيه في الوطن العربي؟ والله من أكثر النصائح اللي ممكن أرسلها للشباب اللي حابين يدخلون في تطوير الألعاب أن بتتعبون جدا يعني، فهذا بالعكس أنا لا أحبطكم، ولكن النصيحة هني أن الواحد يستمر على النجاحات، وإن كانت نجاحات بسيطة يعني الواحد يأخذها خطوة خطوة. ونحن نكون واقعيين، نحن سوق يعني الشركات اللي موجودة في السوق يعني خبرتها قليلة في المجال، فإذا الواحد حاب يدخل المجال لازم ياخذها حبة حبة، ولازم يتعلم من التفاصيل الصغيرة لين ما يرتفع للأمور الكبيرة. ومن ناحية الدعم أو من ناحية النشار والمنتجين، فأتوقع دائما أن أنت بتكون وحيد يعني في أي مشروع، أتوقع أنك تكون وحيد. إن وصل الدعم فهذا خير والحمد لله، ولكن إن لم يصل الدعم فهذا يعني يقول لك أن أنت استمر على اللي أنت تسويه، لأن في يوم من الأيام يعني توماس اديسون ما نجح من اول اختراع، ولا تسلا ولا غيرهم من المخترعين، فالواحد لازم يستمر وان كانت خطواته يعني صغيره. انت بتتكلم عن الدعم، ولكن الافكار موجوده كتير، يمكن في شباب عندنا في الوطن العربي عنده افكار كتير جدا، وافكار كلها افكار تحترم في اي مجال، ولكن كلمني برضو عن الناحيه، من ناحيه الدعم المادي او من ناحيه التكلفه، ازاي كانت الاكسبيرينس بتاعتكم او التجربه بتاعتكم على مدار نعم. السنتين اللي فاتوا في اطلاق هذه اللعبه؟ نفس ما قلتي يا اختي ياسمين ان الشباب عندهم طاقه، عندهم سواء كانت في الالعاب ولا غيرها من المجالات، فالدعم جدا محدود في هاي المجالات بحكم ثقافه المستثمرين وحكم النشار في هذا المجال قليله يعني، والتكلفه يعني جدا عاليه بصناعة الألعاب يعني. في الفترة الأخيرة التكلفة بدأت ترتفع بمستويات عالية جدا، وهذا شيء ملاحظ حتى في الألعاب الغربية التريبل اي جيمز، وحتى بالشركات المستقلة التي تحاول أن تسوي ألعاب صغيرة فالتكلفة عندهم جدا عالية. فإن كان هنالك مستثمر أو ناشر ممكن أن يساعد الناس في هذا المجال،
وفي النهاية الموضوع يعني هو شراكة بزنس، شراكة عمل، فإن شاء الله يكون win-win situation يعني. طيب اسمعني اتكلم على مجال الالعاب الالكترونيه نفسه في الوطن العربي، ايه اللي بينقص هذا المجال في الوطن العربي مقارنه طبعا بالناحيه الثانيه لو قارنته عالميا؟ نعم، عندنا في الوطن العربي هناك جامعات قليلة تدرس جيم ديزاين، ما في الجامعات اللي مكرسة تخصصات معينة في جيم ديزاين، في الجيم انيميشن، 3 دي موديلينج، وهذه الأشياء اللي تخدم في تطوير الألعاب. وقبل هذا نرجع لنشأة الشباب عندنا، يمكن حاليا نشأة الشباب تكون أكثر قريبة للألعاب على وقت مضى يعني. لازم الواحد من يوم هو صغير يكون حاب الألعاب، حاب تطوير الألعاب على الأقل يعني في المدرسة أو في هاي الأمور اللي لابد الواحد يخوض فيها، يكون في هناك لمسة بسيطة وإن كانت بسيطة في تطوير الألعاب، بحكم أنه يحس بتطوير الألعاب وجمالية الشيء اللي هو قاعد يسويه، وياخذ وياه يعني وقت سنين لين ما أنه يبدأ يطور نفسه ويدخل الجامعة، ويمكن يختار أنه يتخصص في تطوير الألعاب، وبعدين إذا حب أنه هو يكمل نحب المستثمرين يشوفون الطاقات هاي اللي موجودة وتبدأ تدعم هاي الطاقات، لأن في إبداعات يعني ما شاء الله طيبة في الوطن العربي. طيب هارون، عايزه اسالك عن اكتر الالعاب الالكترونيه عالميا اللي لاقت طبعا تفاعل كبير جدا من الناس واللي نجحت بشكل كبير، ولما فكرتوا في سبق فجر جديد كان ايه في بالكم الالعاب برضو؟ يعني تقريبا كل الناس عاده بتعمل مقارنه، لو عندك فكره بتحاول تقارن برضو بالعاب تانية، بتحاول ان انت تتخطى الافكار التانية برضو، ايه المقارنه كانت مع ايه تقريبا لما كنتوا بتفكروا في اللعبه دي؟ نحن في مشروعنا يعني نحاول يعني ان نوصل على مستوى جيد، ان نوصل لالعاب مثل في الفتره الاخيره طلعت بلود ستيند، يمكن قبل في الزمن القديم كاسلفينيا سيمفوني اوف ذا نايت، وبعدين نرجع للوقت الحالي عندنا هولو نايت وعندنا شافل نايت، هاي الالعاب اللي ال2 دي اللي تكون بلاتفورمرز، لان لعبتنا هي بلاتفورمر، فلازم نعرف المستوى كيف وصل في هذه الالعاب في الفتره الاخيره على اساس ان احنا نقدر نعطي امكانيات للعبه اللي عندنا وانها تنافس الالعاب هذه، وان كانت لا تنافس على الاقل توصل لمستوى عالي من الجوده بحكم ان الواحد يقدر يقارنها في هذه الالعاب. هارون المنصوري مؤسس مشارك لفريق كشكول للالعاب الالكترونيه، بشكرك طبعا شكرا جزيلا، بتمنى لكم يعني المزيد من التوفيق في هذا المجال. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لسه مع حضراتكم في تكنو نايل، ولكن اسمحوا لي اروح لفاصل قصير جدا وارجع مع حضراتكم، خليكم معانا. أبدأ مع حضراتكم فقرة تانية في تكنو نايل عن إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات. بتعتزم مصر طبعا إطلاق هذا القمر الصناعي طيبة واحد، ويوم هيكون يوم 22 نوفمبر الجاري، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة أريان سبيس الفرنسية على صاروخ الإطلاق أريان 5، وده هيكون من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم فرنسي بأمريكا الجنوبية.
موضوع معقد شويه ولكن هقول لكم طبعا تفاصيل اكتر مع ضيفي عبر الهاتف دكتور مدحت مختار، وهو استاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للحديث اكتر عن استعداد مصر لاطلاق القمر الصناعي الاول. مساء الخير على حضرتك. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي قبل ما نبدا، خلينا نتكلم عن اهميه اطلاق القمر الصناعي المصري الاول طيبة واحد. عايزة أفهم الناس بشكل سريع جدا بطريقة مبسطة، وعايزة أتكلم عن أهمية إطلاق هذا القمر. بص حضرتك، ده من المشروعات اللي أحسنت الدولة في التخطيط ليها من 6 سنوات، بهدف تأمين المبادرات اللي احنا بنعملها دلوقتي، الحكومة الإلكترونية والشمول المالي. كل دي مشروعات محتاجة بنية للاتصالات تكون قوية، نضمن بها الاستدامة بتاعت الخدمة. فمشروع الحمد لله وصلنا الى النهايه بتاعته باذن الله، ونتمنى ان احنا نحتفل مع بعض بالاطلاق ودخوله في الخدمه، لان مردوده هيبقى على المواطن انه يشوف سلاسه في التعامل مع مؤسسات الدوله والجهات الحكوميه في يعني الخدمات اللي بيطلبها يعني. فان شاء الله مبروك لمصر مقدما يعني. الف مبروك طبعا. طب اسمح لي يعني اعرف الناس برضو بشكل مبسط اكتر عن القمر الصناعي الاول طيبة واحد، يعني عايزه اتكلم برضو الناس ايه اللي هيتم اطلاقه، يعني اللي مالوش قوي في مجال الاتصالات وحابب يعرف ازاي احنا هنستفيد من حاجه زي دي، ممكن حضرتك تشرح له؟ بمنتهى البساطه، اللي موجود على الارض هيكون لمصر حاجه ممثله ليه على في الفضاء. يعني كل الخدمات اللي على الارض دي هيبقى ليها شبكه، بنقول لها شبكه موجهه في الفضاء، فبدل ما هياخد خدمه هياخد الخدمه مضافه يعني، من غير اي تكلفه ومن غير اضافه يعني. فده تأمين للشبكة الأرضية علشان يحصل على الخدمة اللي الدولة بتستهدفها يعني. اوكي. طيب انا المفروض ان انا لحضرتك ولا وضحت كده؟ لا انا واضح، الموضوع واضح جدا، ولكن انا وانا بقرا دلوقتي عن الموضوع قلت ان هو هيتم الاطلاق بواسطة شركة ايريان سبيس الفرنسية، ده على صاروخ الاطلاق ايريان 5 من قاعدة الاطلاق بمدينة كورو بامريكا الجنوبية. برضو عايزة اوضح للناس يعني عن كيفيه هذا الاطلاق. طيب بص حضرتك، هو طبعا القمر ده مكانه في مدار فوق خط الاستواء. مدار بيبقى القمر وضعه بالنسبه للارض ثابت، بيلف مع الارض في ساعه، شايف الاراضي المصريه على طول. اوكي. اقصر مدار عشان الصاروخ يطلع بيه بالقمر دوت بيبقى من عند نقطه على الارض تحت خط الاستواء دوت او على خط الاستواء. فالقاعدة أو المستعمرة الفرنسية في أمريكا اللاتينية دي تحت خط الاستواء بالظبط، فبتمثل نقول إيه مكان مثالي لإطلاق مثل هذه النوعية من الأقمار يعني. ده السبب الوحيد يعني إنها لجأنا إلى الشركة دي يعني. تمام جدا. طيب ماذا عن اختبار عمليات أنظمة القمر الصناعي طيبة واحد للتأكد من سلامتها طبعا ومن عوامل الأمان؟ طبعا حضرتك، وطبعا اختباره بعد التجميع ده تم، ولكن بنبقى خايفين دايما في عمليه النقل ان يكون حصل اي شيء، رغم طبعا هو تحت عينينا في عمليه النقل، لكن بعد ما بيوصل لمكان الاطلاق بنعيد هذه الاختبارات مره اخرى، والحمد لله انها تمت كلها بسلام، وان شاء الله هو جاهز للاطلاق يعني عمليه زياده التاكيد. تمام. اخيرا دكتور مدحت، مستقبل الاتصالات في مصر، كيف ترى مستقبل الاتصالات في مصر على مدار السنوات طبعا القصيره او يعني القريبه جدا اللي جايه ان شاء الله؟ انا شايف بالوضع اللي احنا هنوصل له ان شاء الله باطلاق هذا القمر، فاحنا في مصاف الدول المتقدمه في مجال الاتصالات، هنبقى احد العوامل الجاذبه للاستثمارات هي شبكات الاتصالات. الخطط بتاعتنا الطموحه لقدام ان احنا نمتلك طيبه 2 و3 وانها تتكامل مع الموجود على الارض، ده ان شاء الله يعني هنشوف مردوده في كل المجالات، سواء خدمه مواطن او في الخدمات او الاعمال بتاع مؤسسات الدوله يعني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت مختار، استاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لسه مع حضراتكم، ولكن تعالوا نروح مع بعض لفقرتنا الرئيسيه في تكنو نايل بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.
خلينا نروح لفقرتنا الرئيسية. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنتكلم على دي ميل، اول بريد الكتروني مصري. لما اقول اول بريد الكتروني مصري اقصد ان هو ميد ان ايجيبت، صنع في مصر، ولكن بكل تأكيد ان اللي هيستفيدوا من دي ميل طبعا في كل انحاء العالم. خليني اكلمكم بتفصيل اكتر مع المهندس محمد عبدو، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لاول بريد الكتروني مصري دي ميل. مساء الخير على حضرتك. نور، اهلا وسهلا. اتاخرت حضرتك شويه، ولكن احكي لي بالتفصيل اكتر. دي ميل. الفكره بتاع دي ميل بدات من بدايه ما شفنا قد ايه المشاكل اللي موجوده من اختراق البريد الالكتروني، سواء على المستوى الشخصي او على مستوى الاعمال. دايما بنسمع وبنقرا المشاكل اللي بتنتج عن اختراق البريد الالكتروني من تسريب بيانات سواء خاصه لافراد او لمؤسسات، بتؤدي لخساره بملايين الدولارات. احنا الفريق عندنا بيشتغل على البلوك تشين تكنولوجي، فبالتالي كان لازم نفكر في حل نقدر ان احنا بيه نحد من مشكله اختراق البيانات. سبب اختراق البيانات هو وجود كل الايميلز اللي موجوده في الدنيا في خدمه مركزيه او سيرفرز بتبقى موجوده، وحضرتك مجرد ان ليكي اكسس على السيرفر ده باليوزر نيم والباسورد، اي اختراق للسيرفر معنى كده ان كل حاجه او كل الايميلز بتاعت حضرتك او اي مستخدم خرجت بره. فمن هنا بدانا نطور الفكره شويه بشويه لغايه ما طلع اول شكل من المنتج، كان في شهر 6 اللي فات. طيب تقنيه بلوك تشين، عشان برضو مش كل اللي بيسمعنا قوي ممكن يكون ملم بالفوكاب او بالكلام بتاع التكنولوجي، تقنيه بلوك تشين عايزه برضو اتكلم عنها اكتر. البلوك تشين هي موجوده في الدنيا من يمكن من اوائل التسعينات، شكل من اشكال تسجيل البيانات زي اي قواعد بيانات، بس في ليها شويه خصائص بتديها مميزات عن قواعد البيانات العاديه. اولا بيتم تسجيل البيانات فيها بشكل لا مركزي، يعني مش موجود في سيرفر واحد، وبالتالي ممكن ما نخافش ان لو تم اختراقه تحصل المشاكل اللي بتحصل دلوقتي. تاني حاجه ان هو بيعتمد على البير تو بير، يعني الكوميونيكيشنز بتبقى ما بين الناس بتبقى مباشره من الاطراف اللي بتتمم عمليات نقل البيانات. ده بيدي للتكنولوجي دي مساحة كبيرة جدا ان يحصل تطوير للتطبيقات اللي موجودة دلوقتي بتواجه مشاكل، بالذات في موضوع الخصوصية واللي احنا شايفينه دلوقتي في العالم من اختراق لخصوصية المستخدم، سواء على منصات التواصل الاجتماعي او برامج كتير جدا ما بتبقاش مهتمة بحتة بيانات المستخدم، لانه في الاول وفي الاخر مكسبه هو بيانات المستخدم دي. بيانات المستخدم دي بقت اغلى من البترول، هي اللي بيتم بيعها وبيتم استهداف الناس بالإعلانات وبحاجات تانية كتير. فالبلوك تشين تكنولوجي تقدر ان انت تحد من الموضوع ده، لان كل مستخدم مالك لبياناته. انا نقلت هنا ملكية البيانات للمستخدم، لو طارت تبقى انت السبب. ده ببساطة. لان الناس يمكن الفترة اللي فاتت كمان وحصل السوشيال ميديا بقت معرفة الناس اكتر ازاي يقدر، يعني في اختراق كبير جدا لكل معلومات الناس، فالناس مش حاسة ان هي سيف، مش حاسة ان هي بأمان، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. طب اسمح لي، انتوا شاركتوا في جايتكس في الدوره رقم 39، عايزه اتكلم برضو عن مشاركتكم في معرض جايتكس. جايتكس الموضوع جه بالصدفه، احنا كنا شفنا اعلان من مركز رياده او دعم رياده الاعمال تابع لوزاره الاتصالات للشركات الناشئه اللي حابه انها تقدم وتاخد دعم من المركز ان هو يبقى متواجد في معرض جايتكس، فقدمنا واتقبلنا. طبعا لقينا دعم كبير جدا من مركز ريادة الأعمال ومن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فاستغلينا الفرصة ان يبقى اول اطلاق رسمي او الاوفيشال لونشينج بتاعنا تم في جايتكس. فطبعا حضرت المهندسة هالة المدير التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات. جايتكس من اهم المعارض طبعا، اكيد طبعا، لان الاتصالات وتكنولوجي من كل العالم كانوا موجودين، برضو كل المنظمين والرعاه جم كانوا حابين يشوفوا بعد البومينج او الضجه اللي حصلت في دي ميل هو ايه اللي بيحصل عندكم. فكانت فرصه كبيره جدا، برضو احنا حسيناها في عدد المستخدمين اللي زاد بصوره كبيره جدا في خلال قبل الإعلان عن الموضوع أو في خلال تواجدنا في جايتكس. طيب خليني أكلم على تفاعل الناس، وعايزة أتكلم كمان عن زي ما قلت لي المستخدمين زادوا بشكل كبير جدا، ولكن أتكلم على دي ميل نفسه. أنت كنت بتقول لي الفكرة حصل شوية لبس على السوشيال ميديا إن هي دي ميل مصري، فكلمة مصري عملت لبس عند ناس إن اللي هيستخدموه في مصر بس. خليني أوضح للناس برضو الفكرة دي. طبعا أول ما
حصل الاعلان ان احنا هنبقى موجودين في جايتكس، السوشيال ميديا نزلت كوميكس وكانت يعني كانت حاجه ظريفه، يعني احنا بنفسنا كنا مبسوطين جدا حاجه زي دي حصلت. الكلام ده زود من عدد المستخدمين، شوف حضرتك تاثير السوشيال ميديا الكبير ممكن بيعمل ايه. يعني اي ضجه بتحصل على السوشيال ميديا طبعا بيبقى ليها الجانب السلبي والجانب الايجابي برضو، ليها طبعا الجانب السلبي والايجابي. يعني احنا لقينا ان في خلال 48 ساعه زاد عدد المستخدمين يمكن 20% من ساعه ما احنا كنا طالعين من شهر 6. كان في بقى لبس، هو حرف دي ده سببه ايه، او يعني ايه مصري، الكلام ده كله. اي ابلكيشن او اغلب الابلكيشنز اللي بتطلع يوزنج البلوك تشين تكنولوجي بتستخدم دايما حرف الدي، حتى احنا دايما بنقول الابس، بس في مجال البلوك تشين تكنولوجي بيبقى اسمها دي ابس. دي بتبقى جايه من كلمه decentralized او decentralization، بمعنى ان الموضوع مش مركزي. ما بيتمش تسجيل البيانات بشكل مركزي، فبالتالي هتلاقي حضرتك كل الابس ممكن تعرف قبل ما تخش تتفرج على الابلكيشن ده، تعرف ان هو معمول يوزنج او باستخدام البلوك تشين تكنولوجي، لو مجرد ان فيه حرف دي في اوله. فبقى فيه دي ابس، بقى فيه دي ميل، بقى فيه حاجات كتيرة جدا بتبدأ بحرف الدي. وبما ان احنا بنتكلم في ايميل تكنولوجي او ايميل ابلكيشن، فلازم حطينا كلمة ميل. عشان الناس اللي بتسال دي ليه ايميل ليه، هي دي ميل علشان بتقنيه البلوك تشين بالظبط، او البلوك تشين تكنولوجي. اوكي، طب خليني اتكلم على الضجه اللي حصلت من شهر 6. بتقولي العدد المستخدمين زاد بشكل كبير جدا بعد كمان الضجه اللي حصلت على السوشيال ميديا. خليني ارجع فلاش باك للفتره دي، فتره بداته شهر 6، وازاي الناس تفاعلت مع البدايه. اوكي، لما بدانا في شهر 6 احنا بدانا اشتركنا في مسابقه موجوده بتعمل رانكينج او ترتيب لكل الابلكيشنز، دي اللي خدنا فيها المركز الاول، دي اللي خدنا فيها المركز الاول لمده 4 شهور متتاليه. الشركه اللي احنا بنستخدم التكنولوجي بتاعتها عشان نطور الابلكيشن بتاعنا بتعمل مسابقه تقدر تصنف الابلكيشنز عن طريق مجموعه من الريفيورز او شركات مستقله بتيجي تختبر الابلكيشن بتاعك، بتشوف هل انت فعلا بتتبع قواعد البرايفسي ولا لا، بتشوف حجم التفاعل اللي بيتم على الابلكيشن بتاعك في السوشيال ميديا كلها، بيشوف اليوزر اكسبيرينس او طريقه استخدام الابلكيشن بتاعتك هل هي فعلا مريحه، في مشاكل، وبتبدا تدي درجات. شوفوا لو الموضوع معقد يعني ولا لا، لو المستخدمين مثلا متضايقين او في حاجه معقده بالزبط. ولا هل لا في هل في حاجه صعبه على اليوزرز ان هو يستخدمها، اليوزر اكسبيرينس بتاعت الابلكيشن بسيطه ولا صعبه. وبيبدا يحط درجات ويحط تقييم ذاتي ليه، وتبدا تتجمع الدرجات دي، وبيبقى يوم 15 كل شهر، يعني احنا بعد بكره النتيجه بتاعت شهر نوفمبر، يوم 15 كل شهر يطلع التصنيف. فلما اشتركنا احنا في شهر 6 مع صدور الابلكيشن، خدنا الاول في شهر 6، شهر 7، شهر 8، شهر 9. الكومبيتيشن صعبه جدا، ان شاء الله الاول يبقى جاي كمان يومين ان شاء الله. الكومبيتيشن صعبه لان اللي موجودين فيها من على مستوى العالم كله، كل الناس اللي بتديفلوب بلوك تشين ابلكيشنز يوزنج الانفراستراكشر اللي احنا بنستخدمها بيبقوا موجودين. حوالي الموضوع عدى 250 ابلكيشن في خلال الشهور اللي فاتت. الكومبيتيشن شهر ورا شهر بتبقى صعبه، والشروط بتاعتها بيصعبوها زيادة عشان الرانكينج يبقى طالع بشكل مظبوط. يعني كمان كل شهر الموضوع مختلف، مش كل شهر نفس كل شهر العوامل بتختلف، اسلوب التقييم بيختلف، وبالتالي صعوبة التقييم بتختلف، لان انت لو فضلت ماشي على شكل ثابت يبقى التقييم سهل شوية ان يحصل جيمينج عليه، انما كل شوية بيزودوا من القواعد، بيزودوا من الشروط عشان ما يبقاش الموضوع سهل ان اي حد يقدر يعمله. لما دي ميل كسبت 4 شهور، خلى الناس بتسأل هو في مصر ناس تقدر تعمل التكنولوجي دي، او ناس تقدر تطور الابليكيشن دي. بعتولنا دعوة ورحنا في المؤتمر السنوي اللي بيتعمل للبلوك ستاك انفراستراكشر، اتعمل في سان فرانسيسكو، وكنا موجودين هناك في شهر 10. والناس كانت مستغربة، هو انتوا ازاي طلعتوا ابلكيشن بالكواليتي دي او بالجوده دي، غير كده كمان ازاي قدرتوا تحلوا مشكله البرايفسي ومشكله ان ما يحصلش اتاكس على الايميل، وان كل يوزر بيستخدم دي ميل يقدر البيانات بتاعته يبقى هو مطمن عليها لان هي موجوده معاه، بس حتى مش موجوده عندنا، احنا ما عندناش سيرفرز
بنسجل فيها بيانات او بنسجل فيها ايميلز بتتم تداولها. كل حاجه بتتسجل عند اليوزر. بجد مبروك يعني على الفكره زي دي. ودي ميل كون ان دي ميل اب زي ده ما اتعملش من على مدار مثلا السنوات اللي فاتت اكيد كان في صعوبه كبيره جدا ان هو ينفذ. ايه اللي كان صعب تنفيذه وايه اللي خلاكوا تاخدوا الخطوه دي وتقولوا لا هو يعني لازم بقى هناخد الخطوه ونعمل دي ميل؟ خليني ابدا بحته الخطوه اللي شكل التكنولوجي دلوقتي او شكل الابلكيشنز بيتغير بره في الدنيا ممكن احنا ما بنحسش بيه الا متاخر شويه. الويب 3 او شكل الانترنت نفسه بيتغير بدايه من 2010 لفتره 50 سنه جايه. كل الابلكيشنز دلوقتي وكل التطبيقات وكل المشاكل بتبتدي حلها بشكل ديسنترلايزد، لان في الفتره اللي فاتت ظهرت مشاكل البرايفسي الخاصه باليوزرز. فبالتالي بدات الشركات تتوجه انها تشيل من على كاهلها زي ما بيقولوا مسؤولية حفظ البيانات. الشركات بتدفع مليارات وبتدفع أرقام كبيرة جدا عشان تحفظ سرية بيانات العملاء بتاعتها. فبدأ الفترة اللي جاية كلها رايحة ناحية الدي أبس أو الديسنترلايزد أبليكيشنز. فبالتالي كان لازم ان احنا نبص على التكنولوجي دي ونبدأ نحاول ان احنا نحل بيها مشاكل لسه ما يكونش حد سبقنا فيها، فنحاول ناخد المقدمة زي ما بيقولوا. الصعوبات اكيد اي تكنولوجي جديدة بيبقى مش سهل انك تلاقي الكوادر اللي تقدر تشتغل على التكنولوجي بشكل افكتيف يقدر يطلع ابليكيشنز كواليتي بتاعته تسيرف على اعداد كبيرة من المستخدمين. مش مستثمرين كتير بيبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل، فبالتالي مش سهل انك تلاقي استثمارات تساعدك في النمو السريع. كان زي ما كنا بنتكلم دلوقتي مع استاذ هارون في مجال الالعاب الالكترونيه، اي حاجه فيها كرياتيفيتي او بالظبط يعني فيها تفكير وبيلاقوا شويه المستثمرين من حته طب هتنجح ولا مش هتنجح. فلا اثبتوا ان هي هتنجح، اثبتوا ان احنا فعلا عندنا يعني العامل البشري اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه، احنا عندنا ناس تقدر تعمل حاجات كتيره جدا في مجال التكنولوجي او في اي مجال تاني في الوطن العربي. يعني احنا عندنا متوسط، يعني ممكن حد بيستغربها، ان متوسط عمر الديفلوبمنت تيم عندنا 22 23 سنه. اوكي. وفي شباب معانا هم لسه في كليات. ده مش سهل انه كان يحصل، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نقطع فيه اشواط كبيره. مبروك، بتمنى لكم طبعا المزيد من التوفيق في الفتره اللي جايه. مهندس محمد عبده، المؤسس والمدير التنفيذي لاول بريد الكتروني مصري دي ميل. شكرا جزيلا، شرفتونا وبنشكركم جدا. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصلنا الى نهايه حلقه تكنو نايل، ولكن اسيبكم مع تقرير زي كل مره، تقرير عن طلاب جامعيون في مصر طوروا حلة آلية بتساعد الإنسان في حمل الأوزان الثقيلة، وده طبعا بهدف منع الإصابات الناجمة عن رفع الأجسام الثقيلة في المصانع وأيضا في الورش، ودي أكيد هتفيد بشكل كبير جدا هنا في مصر. أشكركم شكرا جزيلا، تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. طور فريق من 4 طلاب بكلية الهندسة في جامعة حلوان حلة آلية تتحرك مع الإنسان وتساعده في حمل ما يصل إلى 90 كيلوغرام بهدف منع الإصابات الناجمة عن رفع الأجسام الثقيلة في المصانع والورش. وتحاكي الحلة حركة جسم الإنسان أثناء عملية رفع الأجسام مع تحسين أدائه باستخدام ضغط الهواء وتوزيع الوزن على أجزاء الهيكل الخارجي للحلة بدلا من الإنسان نفسه أثناء عملية الرفع. دورنا على حاجة تكون تفيد العمال في المصانع في المخازن، ففكرنا في حاجة زي ديت لما لقينا برضو حتة العامل بيجي له إصابة أو لما يشيل وزن تقيل أو حاجة، ففكرنا إحنا نمنع الإصابة دي من بدايتها، إنه ما يشيلش الوزن أصلا، بس فهو بيشيل الوزن دوت بيتحمل على البدلة وبيتوزع على جسم البدلة وهو ما بيشيلش حاجة. ويقول أعضاء الفريق إنهم استلهموا الفكرة من زيارات قاموا بها لمصانع كثيرة شاهدوا خلالها العمال وهم يتعرضون لخطر الإصابة نتيجة حمل أجسام ثقيلة، وتبلغ تكلفة النموذج الأولي من الحلة نحو 930 دولار. هو بداية احنا اشتغلنا مثلا على 70 ل 90 كيلو كبروتوتايب، نموذج مبدئي حاجة كده في الأول يعني،
انما بعدين باذن الله ناويين نطورها نوصلها مثلا ل 150 كيلو او 200 كيلو، بس طبعا ده لسه قدامه فتره. تساعد العامل ان هي تخفف عليه اوزان كتير هو ممكن يشيلها، فممكن تعرض ظهره مثلا يوجعه، ممكن تعرضه لاي اصابه، فهي دي هتساعده ان هو يشيل الاوزان دي من غير ما يحس بعبء عليه، من غير ما يحصل له اصابه. ويقول أعضاء الفريق إن الحلة ستساعد العمال وتمنع الإصابات، ويطمحون إلى تطوير جهازهم بحيث يمكنه حمل أجسام أثقل بأوزان تصل إلى 200 كيلوغرام. واستغرق الأمر منهم مدة سنة لتطوير النموذج الأولي، ويعملون الآن على تأمين التمويل لدعم أبحاثهم القادمة لمواصلة تطوير المشروع.